السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي اسم ساري، كنتمنى تكونوا بخير وبألف خير. دونك اليوم إن شاء الله غادي نعملوا واحد المقدمة اللي غادي نهضروا فيها على واحد السلسلة من الفيديوهات خاصة بالجبر اللينيير، اللي غادي نشوفوا أول فقرة في الجبر اللينيير اللي هي لي زيسباس فيكتور. دونك هاد الفقرة هادي هي لي زيسباس فيكتوريين، جميع الشعب العلمية كيقراوها مورا البكالوريا. دونك في هاد الفقرة هادي أو في هاد السلسلة من الفيديوهات غادي تحتاجو معايا ثلاثة د الوريقات. دونك هاد الوريقات غادي يكونو على شكل تعليق. دونك عندنا الغيزومي ديال لي زيسباس فيكتوريين، عندنا الصفحة الأولى، الصفحة الثانية، وعندنا هاد السلسلة التمارين. هاد السلسلة التمارين فيها جوج لي بارتي، فيها بارتي دي زيسباس فيكتوريين وديال لي زابليكاسيون لينيير. هنايا فهاد الفقرة هادي مغنهملو في لي زابليكاسيون لينيير، حيت هادي كتما تاني فقرة. هنايا فهاد السلسلة غادي نعملو غير لي زيسباس فيكتوريين، يعني غادي نخدمو زيكزيرسيس الأولى من هاد التيني، يعني نخدمو خمسة لي زيكزيرسيس. حيت هنايا فهاد السلسلة عندنا خمسة لي زيكزيرسيس الأولى خاصين بلي زيسباس فيكتوريين، وخمسة لي زيكزيرسيس التانيين خاصين بلي زابليكاسيون لينيير. دونك قلنا حنايا نخدمو غير لي زيسباس فيكتوري. دونك بالنسبة لهاد الوريقات هادو تلاتة ليهم، غادي نخليكم ديسكريبسيون في اسفل الفيديو. إلا كنتي كتفرج فيا من يوتيوب، دونك غادي نخليك في صندوق الوصف في ديسكريبسيون. إلا كنتي كتفرج فيا من الباج ديالي في الفيسبوك، دونك غادي نخليكم الفوق. الدراري السلسلة ما غادي نزلش الكولوج ديالها ابتداء فاش غادي ننزلكم الليان ديال هاد الوريقات هادو، حتى يعني التصحيح غادي يكون على شكل فيديوهات، يعني حتى نسالو هاد السلسلة إن شاء الله، وديك الساعة غادي ننزلكم التصحيح ديالها كامل. الدراري كملاحظة قبل ما نبدا الكور ديالي والبداية الكور اللي غادي تكون في الفيديو القادم إن شاء الله، دونك هاد الفيديو هذا غير واحد التعريف للبروغرام كيفاش غادي نخدمو. دونك واحد الحاجة غادي نشير ليها واللي هي خاصها تكون هي الأولانية غادي نأكد عليها، هو أن فاش كنجيو نقراو شي حاجة ديال الألجبر ماشي هي بحال الأمثلة. يعني فاش كنجي نقرا شي حاجة ديال الألجبر كتبان واحد الصعوبات بزاف في البداية، دونك هذيك الصعوبات عادي ونورمال، أي واحد كتلاقاه فاش كيجي يقرا الألجبر. نورمالمون أنا بالنسبة لي كتعجبني الألجبر أكثر من الأناليز، ولكن بزاف ديال الطلبة كتجيهم الألجبر صعيبة على الأناليز. علاش؟ حيت في الأناليز كيكون عندنا يعني كنخدمو بديك الشيء، يعني كتشوف بحال مثلا فاش كندور على سباس دي فونكسيون كيبانو لنا إف دو إكس كتساوي واحد القيمة، عندنا لا ديريفي، عندنا كدا، دونك مكنكونوش كنهضرو بصفة عامة. الجبر لا، الجبر ما كيكونش عندهم مثلا واحد القيم، يعني كنكونو كنهضرو اون جينيرال يعني بصفة عامة. فاش كيدخل المفهوم ديال بصفة عامة تما كيبان لنا بزاف ديال الصعوبات. هاد الصعوبات ماشي غير تينا اللي كيتعرضو لك في الطريق، دونك بزاف ديال الطلبة كيتعرضو لهم هاد المشكل هذا، ومن بينهم انا. حتى انا اول مرة فاش جيت نقرا الجبر وبالضبط لي زيسباس فيكتوريين، البروف كيشرح وانا ما كنفهم منه والو، عارف راسي كنهود لافاك باش نحضر الحصه ديال الجبر وانا عارف راسي ما نفهم والو، ولكن ضروري ما خصني ندخل باش نسمع ديك المفاهيم ونحاول يعني ندي قدر المستطاع من المعلومات. انا الدراري هذا كيعني انكم خصكم شويه د الصبر، يعني فاش تجيو تفرجوا فيا ان شاء الله الا تفرجوا فيا، دونك خصكم الدراري تصبروا شويه وتحاولوا تكملوا الفيديوهات من الاول حتى الاخر. كاين بعض الفيديوهات اللي تقدر ما تفهمش منهم بزاف، ولكن في الفيديو القادم ان شاء الله تقدر تفهم شي حاجه اللي يعني ان يعني في الفيديو الاولاني ما تفهمش مزيان، ولكن في الفيديو الثاني تقدر دير شي حاجه اللي تفهم لك الفيديو الاول. دونك ما عليكم غير شويه د الصبر، وكنتمنى يكون هادشي هذا واضح ومفهوم. نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. تبارك الله عليكم.